وبمناسبة عيد الأم ست الكل وست الحبايب، ويمكن ما سوينا قليل جدا بحقها. اليوم حبينا يكونون ويانا ضيوف أعزاء جدا على قلوبنا ورافقونا على طول الفترة الفاتت بحلقات صباح دجلة بالمعلومات والنصائح الحلوة، لكن اليوم ما راح يكونون ضيوف ونسألهم ويجاوبونا، لا اليوم هم ويانا كأمهات ناجحات وضحوا بالوقت والجهد حتى بس يوفقون بين وقتهم بالشغل والعائلة وما يبخلون على أطفالهم بأبد. اليوم راح يكونوا يحكون لنا أكيد على المعلومات وسوالف لأول مرة نسمعها من عندهم، ونقول لهم اكيد ويا عوائلهم اللي السوالف طبعا موجودة. اكيد نورونا اليوم بالاستوديو الدكتوره نور ماجد والجميله بنتها عسل، وايضا نورتنا الشيف ديما ومريوم. يسعد صباحكم، كل عام وانتم بالف خير. اهلا بكم. شكرا جزيلا. كل عام وانتم بالف خير. وانتي بالف خير. كلكم حتى كريستينا. كريستينا كل عام وانتم بخير. كريستينا شكرا. حابه ابدي وياك دكتوره نور. طبعا احنا دائما مثلا المراه يكون عليها ضغط اكثر، يعني خاصه لما يكون عندها اطفال. انت شلون وفقتي بالبدايه ويا شغلك والنجاح والطموح دائما تعرفين انه يزيد، صح، وبين العائله والاطفال وكل هالامور؟ شوفي يعني اول شيء يعني اطفالي بالحياه، يعني هو الخط الاحمر اللي موجود بحياتي. بعدين بقيه الاشياء بالفتره الاولى اللي كانوا هم كلش صغار وكانوا يحتاجون رعايه، انا وقفت كل شيء، يعني دوامي الصباحي دوام العصر، تفرغت تقريبا 3-4 سنوات حتى يكبرون. من دخلوا المدرسه وبداوا رجعت الى الشغل. حاليا يعني احاول، انه اكيد انا ما اقدر اكون 100% بالجهتين، بس احاول اوفق. بس اهم شيء بالبدايه سعادتهم، بعدين كل شيء يقدر اعوضه. يعني طبعا نفس السؤال لازم يكون للشيف ديما، لانه احنا شهدنا بالحلقات السابقه على الانشغال اللي انت بيه على طول، وعلى استمرارك على انه تكونين ناجحه دائما وبنفس الوقت تكونين ناجحه ويا الاولاد ويا مريومة. صحيح. طبعا هو يعني حاولت انه اكون دائما اوفر لهم الوقت الاكثر لهم، بالرغم من انه ساعات الدوام مالتي تكون كلش طويله، بس حاولت انه اكون يعني وياهم عادله، يعني شلون ارجع للبيت واوفق بين الوقت مالتي مال الشغل وبين وقتهم، لان دائما الاطفال يحتاجون يعني مدارات اكثر، يحتاجون رعايه اكثر، خصوصا هسه بنتي اذا تكبر شويه شويه، ابني يمكن بعده صغير 5 سنوات، بس بنتي شويه شويه اذا تكبر يعني اكون وياها صديقه اكثر مما اكون وياها ام وبنتها. هذا اهم شيء اكيد. دائما البنيه تحتاج امها لصديقه، ما تحتاجها ام. بالضبط. طبعا عسوله حابه اسمع من عندك شيء تقولي لماما بمناسبه عيد الام. دائما اقول لها انه I'm proud of her، دائما تشتغلنا وإذا نريد فشي تسوينا دائما هي اللي تنطيكم كل ما عندها من طاقة وكل ما عندها من محبة وكل ما عندها من شيء ناجح حتى أنت تكون فخورة. صح، هذا هو القصد، لأنه يمكن صوتها ما دين سمع عسل، فإحنا لازم نوصل الرسالة اللي قدمتها هي لأمها. وهمين أريد يعني أعرف من عندك أنت عسل، إيش قد شايفة أمك اليوم هي قدوة ومثال، وبأي جانب من جوانب حياتها هي تشوفيها قدوة لك؟ ايدل. هي دائما يعني she never gives up، دائما ما تستسلم. I'm looking up to her لأنه never gives up even in the يعني من كلش صعب لها. أكيد تعلمتي من عندها الإصرار والعزيمة وإنه ماكو شيء مستحيل وما تستسلم. الله يحفظها لك. وإحنا مين تعلمنا من عندها هذا الشيء؟ لأنه قدرت توازن ما بين حياتها وما بين عملها. وهمين أريد أعرف من عندك أنت ديما اليوم هذا الانشغال اللي أنت بيه، قلتي إنه دائما تحبين تنطين وقت لعائلتك. صحيح. هم بيوم حسيتي إنه أنت شغلك أو مجالك أخذك أكثر من العائلة وبلحظات؟ لا، لانه ايش قد ما انطي وقتي للشغل ايش قد ما انطيهم لهم وقتهم اكثر. دائما مثلا العائله يعني تشوفني من يقولوا لي انت ما نحسك انه انت امهم، لانه دائما اني اكون طفله وياهم، انسى روحي وياهم، يعني العب وياهم واشاقه وياهم ونطلع ونروح ونجي، مرات حتى مثلا نطلع مكان عام اركض وياهم، يعني ما احس انه لا ماما اقعد ماما، لا ما اسوي هالسوالف ابد. بالعكس، فاني وياهم طفله، يعني ايش قد ما اشوف نفسي وياهم اقول اني طفله وياهم اختهم، يعني حتى يصيحوني باسمي ما يصيحوني ماما، يعني ابني وبنتي باسمي يصيحوني ما يقولون ماما ابد، فهم ما هم نفس الشيء وياي. بنتي هسه كلش هادئه، بنتي عكسي تماما، بس بنفس الوقت بس الي تحكي لي، تقعد وياي تسولف لي، خصوصا بهذا العمر هم يكونون هادئين اكثر. كلش. عندنا فيديو، خلينا احنا وياكم ويا المشاهدين نشوف هذا الفيديو. تمام، بعدها نرجع ونشوف ردة الفعل.
طبعاً إحنا قضيناها بس نبكي يعني هذه اللي دموع دموع أكيد فرح ودموع نجاح ودموع إنجاز إن أنتوا شفتوا هذه يعني التعب اللي تعبتوه بأطفالكم وأني أبكي لأنه على بكيكم وأبكي لأنه أمي هلقد تعبت علينا وشفت إيش قد يعني قدمت كل ما عندها طاقتها كل الحب وكل الصبر كل شيء كل شيء زين حطت تبينا الله يخليكم دائما فوق ما أعرف شلون أوصف هي مجرد كلمة أم تخلينا نبكي ما نسيطر على الأحساس ماكو كلام يوصف عايد أمي همينة لأن أكيد هسه تشوفني وأقول لك كل عام وأنت بخير أمي الله يعطيك الصحة والعافية وشكرا لأن أنت صنعتي مني إنسانة قوية ما حد يقدر يكسرها الله يخليك يا نور خلال هاي المسيرة والرحلة خلينا نقول رحلة النجاح شنو المواقف اللي بقت ببالك مرافقتك مثلا إذا كانت سلبية أم إيجابية إذا شيء سلبي وشجعك أو شيء إيجابي وبقى ببالك السلبية دائما أنه كمرأة كأم تحتاج أن تبذل ضعف بكل مكان نعم تبذل ضعف بالبيت ضعف الطاقة حتى تحسس ما تحسس أولادها بالفراغ اللي هم عايشين حتى تعوض عن الساعات اللي هي ما موجودة أنا هاي السنة كانت كل صعبة علي لأنه كان تعرفون بداية شغلي وأوقات طويلة مرات ينامون وأنا مش شايفتهم فأقعد من الصبح حتى بس أشوفهم فهذا جهد إضافي ينضاف مشاعر الأم والوقتها بالشغل تحاولين تثبتين دائماً إنه مو لأنه أنا أم أنا أقل من البقية أو راح أقصر بشغلي على مد أولادي مثلاً إذا ابني مريض أنا لازم أرجع أو شيء لازم لا أكون أيضاً بشغل قوية حتى ما أقصر بشغلي حتى لأنه فقط لأن أنا أم لثلاث أطفال فهو جهد الأشياء الإيجابية دائماً إنه أنا أشاركهم كل شيء يعني الناس اللي مضوجيني اللحظات الصعبة اللي بحياتي مشاكل يعرفوها أول بأول وبنفس الوقت أول ناس أفكر أخابرهم إن يكون في شيء مفرحهم أطفالي فهم كل شيء مشاركيني بي وياي يعني لحظات الحزن مرات صديقاتي يقولوا مثلا ليش تسولف لهم اطفال؟ لا هاي ميموريز هاي يتربون يعرفون انه امهم دا تتعب صحيح دا حتى يكبرون الوقت اللي دا يضيع هي ما ضايع فقط بالعمل هي اكو اشياء سيئه دا تشوفها اكو ناس مزينين دا تواجههم دا ترجع للبيت تحاول توفر لهم الحنان الاكل دراسه اولادي اني صعبه ايضا تتطلب جهد اضافي فهذا كله عن طريق المشاركة شاركهم بأحزاني وأفراحي حتى يكونون وياي طبعا أكيد وشيف دايما تشوفين أكو اختلاف بين يعني التربية أو الطريقة أو طريقة التعامل بصورة عامة بين يعني بينك وبين أمك طبعا الله يرحمها وبينك وبين مريومة أو طبعا الأطفال. أكيد أنا يعني أمي لأنه كانت مدرسة الله يرحمها فكان شوية تعاملها يعني قاسي ويانا شديد ويانا مو مثل هسه يعني وانا بما انه البنيه الوحيده لاهلي وعندي اخوان اثنين فيعني انه قدرت انه شلون مثلا امي كانت قليله الكلام وياها وهي اصلا كانت هادئه فاني ابويا عوضني اكثر يعني ابويا كان صديقي ولحد الان يعني الله يخليه ويحفظه يا رب كلش هو صديقي وياي وكان ينصحني اما يعني هسه طبعا اختلاف كلش هوايه يعني انا ويا مريم يعني نكون اصدقاء اكثر تمام اكيد الله يحفظها لمريم والله يحفظ اولادكم واحنا ويانا على الهواء مباشره اتصال امي حبيبتي كل عام وانت بألف خير كل عام وانت اجمل ام بالدنيا كل عام وانت احن ام بالدنيا يعني ما ادري شنو احكي لانه اذا احكي اكثر راح ابكي فما اريد ابكي يعني على الهواء انت لبتي خلاص اسمعني امي ادو وياك ماما امي شابعه بكي من صوتها انا متاكده لانه على البكي مالتكم وعلى الاغاني كل عام وانت بألف خير كل عام وانت مصدر الثقه ومصدر النجاح ومصدر الالهام ومصدر كل شيء حلو يا حبيبتي كل عام وانت بخير كل عام وكل ام عراقيه وعربيه يا رب بخير ان شاء الله يعني ابتسم وانت كل عام وانتي بألف خير خال الله يخليك فوق رزينة دائما الله يحفظك لنا حبيبتي هاني افتخر يا عمي هم احب اهني بنتي ريم هم هي ام اكيد يعني ريم وامي الثانيه حبيبتي كل عام وانتي بألف خير يعني هذه المناسبه ما اتمنى انه تتخلل يعني بالحزن وبالبكي بس هذا دليل على كل السنوات اللي تعبتها حتى وصلتنا لهذه المرحله ودليل على كل الاشياء اللي سوتها هي عاشت حرب امي يعني بس على مود احنا نوصل لهذه المرحله فكل شيء احبك انا حبيبتي اموت عجيبتي عمري بعد يلا باي باي نشوفك بعد شويه هلا هلا يلا حبيبي يلا
طبعا همينة حابة أسألكم عن الأشياء اللي يعني أنتوا أكيد مريتوا بهواية ومواقف إحنا ما نقدر نحكيها يعني خلال شغلات بسيطة. همينة حابة أعرف من عندكم لما صرتوا أم لأول مرة شنو الشعور اللي حسيتوا بيه؟ أكيد ما ينوصف هذا الشعور ولكن إذا شيء بسيط عندك. أنا أم مخبلة كلش يعني أركز بالمرضى هواية، أركز بصحتهم هواية. أتذكر أول طفلة كانوا يقولون إن نور مخبلة ومهووسة يعني أراقب كل حتى النفس مالتهم أنا كنت أراقبه. أجمل شعور بالدنيا، ماكو بالدنيا يضاهي، ماكو أي نجاح أو أي شغل أو أي شيء بالدنيا يضاهي من كل إنسان يكون أم، يعني هو أحلى شيء بالدنيا. وأكيد نفس السؤال لازم يكون لليمن. صح، أني بما أنه أنا أحب الأطفال كل شهواية فما كانت عندي تجربة جديدة لأنه كنت دائماً ابن عمي أهتم بي كان صغير. فمن جدتي مريم للدنيا طبعاً جدتي لين فرحت لين صارت عندي هم هي أخت وهم هي بنية، ولأن أنا ما عندي أخت فكلش فرحت بيها وكنت عاملها مثل اللعابة يعني أحير شو أسوي بيها يعني أبدل لها والشعر يعني ماكو كنت مخبلاتها بحيط حتى كانوا يقولوا لي يعني كافي ليش كده تسوين بيها يعني كنت أحير شنو أسوي بيها يعني من هي وصغيرة وهي كانت مدبدبة همي أنا هي العدسة مدبدبة وهادئة كانت هادئة ما شاء الله الحمد لله والشكر. طبعاً أنا همينة أمي موجودة على الهواء حابة أعيدها وأقول لها إحنا على نسوي مفاجأة بس هي عرفت أنه ما على الهواء طبعاً ما نقول إحنا دائماً مثلاً لأهلنا يمكن ما نعبر لهم ما متعلمين على هذا الشيء بس أقول لها كل عام هي بخير والله يخليها لنا خلاص كل عام وانتي بألف خير كل عيد أم وانتي ناجحة كل عيد أم وانتي يعني عندك هذه الأولاد الناجحين وعندك كريستينا الناجحة أيضاً أم ويعني هي أحسن أم لابنها الله يحفظها يحفظ لها عائلتها أكيد شكراً بلغت. حياتي شكراً وانتو بألف خير يا ربي صحة وسلامة يلا باي باي مام ما تريد تكمل لي خلاص روحي طبعاً كريستينا عدها صور وهي صغيرة فإحنا حابين نشوفهم لمشاهدينا ونشوفهم لكل الناس كريستينا وين اللي لابسة أحمر برتقالي زينة الصور برتقالي مهم هذا كان طبعا هاي الصورة هذولا كانوا جوارينا وصفينا من اللي بالصورة طبعا هاي بنت خالتي وبن ابن خالي وكان نسيت الهدوم دائما تجيب لنا خالتي لما تجي من السويد نفس الشيء يعني وياها فواحدة ازرق واحدة احمر الحمرة تبين انه اني لو لا طبعا هاي اني واخويا وابن خالتي طبعا امي قصت لنا نفس القصة الولادية كانت مشهورة هاي القصة الولادية حتى يتخم الشعر بالضبط أنا كنت أزعل قبل كم سنة إنه أنا ما عندي ولا صورة وأني صغيرة يعني بعمر كريستينا هاي ما عندي صور بس بالوقت الحالي صرت أفرح على صور اللي شايفتها يعني الأطفال لأنه ما أريد تكون هي لا رهيبة رهيبة أني ماكو هيجي لا وهنا أنا كنت أخاف من هذول وأبويا كان مصر إنه لازم ناخذ صورة وياهم أي لازم إي فأني مبينة إنه أنا خايفة وما أريد أتقرب لهم بس كلش حلو ان الاهل يعني هذه همينة اني اذا صار عندي اطفال راح اخذ لهم كلش هوايه صور لانه انا ما عندي صور طبعا اريد اوثق كل يعني مشاكل ويا اطفالي بسبب الصور لا احنا هي قد ما اطق لهم صور هي قد ما اطق صور من يطلعوا وهي قد ما فيقولوا لي ماما هوايه تطقي الصور اقول بعدين تروحون كليه وتتزوجون ما يبقى لي بس الصور ذكريات ذكريات اللي تعيد لنا مرات الصوره ترجعنا اللحظه ترجع اللحظه احنا ممكن ننساها بس من نشوف الصوره هسه هي ذكرت شلون خايفه تذكرين الموقف تذكرين الموقف فترجع المشاعر من جديد بالضبط لا يعني احنا اخويا الكبير عنده البومين بس انا لما وصلت يمي انقرضوا لاني ارى اخر وحده يعني خلص بعد تعبوا اي بالضبط اكيد احنا هذه المشاعر راح تبقى ان شاء الله هذه اللحظه وهذه الحلقه راح نتذكرها لسنوات ان شاء الله شكرا جزيلا على الاستضافه شكرا على هاي الهديه الحلوه اجمل هديه بعيد الام كانت من عندكم جدا اشكركم انا احب اهنئ كل الامهات والله يرحم الاموات منهم اولهم امي الله يرحمها ما اعرف شو اقول بس احب اقول انه هي ما قصرت ويانا وان شاء الله مكانها بالجنه الله يحفظ الأمهات يا رب الله يحفظ الجميع شكرا لكم شكرا لكم ونورتنا لهذا اليوم